ديفير، انا عز عليهم هاد الديفير غادي اللي كيزرعوا فيها اللي بغاو، بحال واحد الصاك كبير كتحشي فيه اللي بغيتي، كتبغيت فيه ما كتبغيش صافي كتهزو كينفعك، هذا هي اللي يدير لنا كريبتو ديفير. شوفوا الديون ديفير اللي كيدوي عليها، تيقول لك 14 مليون ديال الدرهم و743، بمعنى مليار و400 مليون، قول مليار و500 مليون ديالاش هادي، ها التفاصيل ديالها هاد كريبتو ديفير، سمعوا الديون التفاصيل ديالها. بصير شي بصير بصير شحال دابا 8 سنين هادي باش داز في البنج، وانا باغي كيتسال 3 مليون و700 الف فرنك، اللهم اين ضامك 3 مليون و700 الف فرنك صاحبي، 3 مليون ما تشري لك دابا حتى اونو، باقا مقيده في المديونيه ديال الرجاء. لهذا كنت قلت وغنبقى ديما نعاود فيها، ولكن هناك نيه ومخطط لعدم اداء الديون القديمه باش تبقى ديما التيكيتا لاصقه، راه غرقها هذاك، غرق هذاك راه مشى للسياسه ودار مستقبله، وهما باقي كيضحكوا على الرجويين وكيلصقوا السيد بانه راه سميتو راه باقي الان هاو 37 ديال الباصي باقي الان، هذه شحال غادي يخصو باش يخلص، شحال دخل علاش ما يخلصوهاش؟ كاين سيدي كريونس بريزيدون، احنا غنجيو دابا لبودريق كريونس بريزيدون 10 مليون درهم و362 داكور، يعني مليار و36 مليون، مليار و36 مليون يعني هذيك كيتسال بودريق، دايرين رئيس هما بريزيدون ما يكون الا بودريق ياك، ودايرين شي حاجه عاوتاني عندها علاقه بودريق، شنو هي؟ هي كريونس دين ديال واحد الضمانه كنعطاها بودريق التجاري وفا بنك باش خدا ديك الفاسيتي دكاس باش كيسير الفرقه، خدا واحد التسبيق، هذيك لا كوسيون راه كان تجاري وفا بنك دعا الماجا، ومني دعا الماجا بطبيعه الحال دعا الضامن ديالها اللي هو بودريق وسميتو، وخلص بودريق، خلص هذاك الدين سميتو بهذيك الكفاله. اذا هنا سميتو محسوب دين على المانجا، راه حاسبينو هنا في الباسيف حاسبينو، يعني ماشي شي مبلغ صغير صاحبي، راه كوميم ديك لاكوسيون، ديك لاكوسيون سيدي فين دايرينها؟ فين 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 هي هادي واقيلا، راه هي اللي فيها هنا، يعني على كل حال على كل حال لا كوسيون فوالا كريونس كريونس كوسيون ما عرفتش قيدتها كيلكو باغ، على كل حال انها دين خوت هو محسوب على بانج. سمعوا ديون اخرى تبقاو تضحكوا، ديون ديال قاموس، عم تسمعوا واحد من خريطه اسمه قاموس، وهذا القاموس راه باقي يتسال 229 الف درهم، 22 مليون 900 قلت 23 مليون الفرنك باقا مقيده على بانج. شوف قاموس منين تاداز سي هشام الوزاني اللي هو دابا عضو في اللائحه ربما ديال انيس محفوظ ياك، هذاك هشام الوزاني باقي الان كيتسال لبرجا 60000 درهم، 6 المليون ديال الفرنك. طومباطي باقي كيتسال 280 ماشي 200 28 مليون، 280000 درهم، 28 مليون باقي كيتسال طومباطي، هذو كلهم من العهد ديال بودريقه وخلاهم اكسبري. إذن هاد التوتال ديال الكريديتور ديفير اللي خشاو فيها، التوتال ديالها مليار و500 مليون، اللهم إنا ضامنك. وسمعوا الشوهة الكبيرة اللي مقيدة في الديون ديال الراجل، ممكن ديوها فيها حد تسمعوها. قال لك أسيدي فري دو فورماسيون ديال واحد لي جوار شراتو الراجل دابا هاد العام، وهو كينتمي للمركز ديال التكوين اللي هي مركز محمد السادس لتكوين الرياضيين هذاك اللاعب، وتنظن غيكون العمراني. اذا هذاك الولد راه متابعاهم الجامعه ومقيدين ليه الدين، واش عرفتوا شحال؟ 528 الف درهم، يعني كي جيتكم 520 مليون، 520 مليون يا عباد الله، واش عمركم شفتوا شي جوار فورماسيون كتقيد ليه 520 مليون ياكل لا؟ واش ماشي حشومة؟ حنايا شحال ديال اللعابة مشاو لينا من سلطة الفورماسيون، شحال من لعابة في طول التكوين مشاو لينا، طعنا فابور
دير هادشي راه معمرو كان في الفرماج، هو معمر دوز الفرماج هبط مع المنكر هذا. دونك ودابا المشكله اش داير لها هما في البيلون اللي داير لها واحد السميه ما تعيقش بها والله ما يديها فيها شي واحد ما قريتيش دوك حيت ملي كيدير واحد لا روبريك في داك التقرير المالي كيدير واحد الرقم قدامه جوج ثلاثه اربعه وكيديروا كان غونفوا كتمشي واحد البلاصه كتلقى فيها ثلاثه اش كتعني جوج كتعني الا ما قريتيش دوك لي غونفوا ما تقشع والو لانه واش مسمين هذه 500 مليون ديال هذا اللاعب الاكاديمي مسمينها كريونس اكاديمي غاجا كريونس اكاديمي غاجا اوا كي درتو ليها كيفاش كريونس اكاديمي غاجا واش جاب الراجل الاكاديمي جابو السيد السيد دار بينكم 500 مليون 500 مليون تجي لي كل عام وام واخا غنزيدكم واحد النكته اخرى هي كاينه واحد 100 مليون مقيده على الراجات هي كدين هنايا عرفتوا ديالاش ديال اليميق علاش لان اليميق الوقت اللي انتقل من جينوا ومشى مشى لفالادوليد راه كاين في الكونترا ديال الترونسفير ديالو النهار الاول فاش مشى للطاليان راه فيه بانه الرجاء اتفقوا مع ديك الفرقه الطاليان انه راه غادي تكون عنده واحد النسبه مئويه لينتقل من فريق الى اخر ولا سيدي هذاك الانتقال راه فيه راه السيد انتقل ولوسيكا عند الحق 1 مليون دو ديغان 100 مليون راه كتسنى فيها راه مقيد على الرجاء حتى هي شوف تمتع مع راسك هنا كنجيو دابا للمداخل المداخل لي بيتري ولي غوسيت وهادي يعني اضعف مداخل في تاريخ الرجاء ربما هي هادي الرجاء دخلت يعني 90 مليون 93 مليون كاع بالضبط في حين الموسم اللي قبل دخلت 2 مليار و 670 مليون فونت ديال المارشونديز اللي فيها المارشوندايزينغ 217 تصور 217 الف درهم 21 مليون اصاحبي هي اللي دخلت موسم من قبل مليار و 600 مليون ارقام جد ضعيفه لوديو فيزيوال شو لو دغوا يعني داكشي ديال الاستحقاق على الدراجه ديال النقل التلفازي وديال البريم ديال البطوله فيه 980 مليون 980 مليون لي دغوا ديال لاكاف فيها مليار و 300 مليون مزيانه ولكن اللي مبغيش يدخل ليا راسي هو واحد لا روبريك الثالثه اللي كتقول لك دغوا اوديو فيزيوال اي بريم يوفا اوه كيفاش بريم ديال الاتحاد العربي داير ليها مليار و700 مليون 17 مليون و466 17 مليون تاع الدرهم سمعوها مزيان يعني ان الرجاء خدات من الاتحاد العربي غير مليار و700 مليون ما فهمتش انا واش هادي غير ديال النقل التلفازي راه ما يمكنش غير النقل التلفازي بوحدو معطاهم مليار ياك الاتحاد العربي مني كيعطي شي مبلغ تعطيك المبلغ كامل ما كيبغيش يقسم لك ما كيبداش يعطيك حتى لحد 30/6 مسبق ليك مليار و700 وكنا سمعنا من الرجاء بغا التسبيق وما قالوا لهم لا ما كنعطيوش التسبيق دونك منين جات هذه مليار و700 مليون وما علاقتها بالاتحاد العربي وكيفاش دخلت قبل من 30/6 ياك ولا دخلت قبل من 30/6 علاش ما تعطوناش كومبليمون ديالها اللي دخل من ورا 30/6 برودوي ديال سبونسورينغ داكشي ضعيف جدا يعني جوج مليار و 600 مليون يعني داكشي اللي خلى الزيات هو اللي يخدموا به هاد الناس عندهم ناقص واحد 275 و 54 مليون لي سيفونسيون داك المساعدات اللي كتعطي ليطا كاينه الجهه شوف باش تعرف راحت واحد الوقيته راه كنقولنا عقلتو في التقرير ديال الزيات راه كنقول لك داكشي ديال لي سيفونسيون ديال ليطا دارنا 350 الف درهم عقلتو عليها يعني 35 مليون سمع شوفوا التناقض هنايا في هذا التقرير راه كيبين لك وهذه صراحه مزيان راه كاين بعض الصراحه هنا في لي سيفونسيون كيعطيك بالتفصيل كيعطيك المبلغ الاجمالي حيت المبلغ الاجمالي شحال فيه سيفونسيون ثلاثه فيها 870 مليون 870 مليون وغادي نعطيكم التفاصيل ديالها كاين الجهه ديال السطات كازا السطات عطات 150 مليون الجهه ديال الجماعه الحضريه ديال كازا عطات 300 مليون الجهه ديال العصبه الوطنيه عطات 120 مليون وزاره الشباب والرياضه كتعطي لك كتعرفوا بان كتعطي واحد المنحه ديال مطابقه القوانين مع قانون 30/9 وكذلك كتعطي كذلك يعني واحد التريم على الناس اللي اسسوا لا سوسيتي وعطاوها كوبي ديال جيس كوميرس بينما لا سوسيتي راه تاسست نيت بالفعل دونك
هاد دي بغي مالو فيهم 300 مليون ديال وزارة الشباب والرياضة في المجموع 870 مليون اللي من عند المجالس من عند أموال عمومية. فأنا كنعاود نطرح السؤال على مجلس ديال جطو، ألم يأن الأوان كي تقوموا بافتحاص لمالية الضجاء على الأقل في هذا الجانب ديال التصرف 870 مليون؟ راه ماشي سهلة، راه تبني شحال من شانطي. دونك إلا تحطات كنعرفوها فين مشات. لا روبريك السادسة دائما في المداخل كوتيزاسيون، كاين لي كوتيزاسيون ديال لي زاديرم ديال المنخرطين، وكاين لي دون مساهمة ديال المنخرطين. هادي فيها واحد سكيتش دابا نقول لكم عليه. تصوروا ان المنخرطين كاين تقريبا واحد خمسة ولا ستة ديال المنخرطين حتى سبعة ما مخلصينش لحد الان، باقي الان وعطي منين هادشي 2015 2016 2017 2017 باقا كتسالوا من الان، باقا مقيدة التقرير المالي. باش تعرف انه راه كاين واحد المجموعه اللي هما احتضنوهم واحد الوقيته كانوا كيحتجوا ما بغاوش يجدد لهم الزيات، ما بغاوش يخاطوا، قال لهم سميتو ونبقاو كيضغطوا حتى دخلوهم طريقه اخرى. ها هو بانت في التقرير بانه راه الناس باقا تسالوا من الرجل. الان هنا كاين لي كوتيزاسيون، انا لي كوتيزاسيون عاد غندوي على مازال غنجي ندوي على ديك المستحقات اللي كتسال دوك الناس. عندك لي كوتيزاسيون ديالهم، لي كوتيزاسيون عندك 2 مليون 258 مليون، ماشي 200 258 مليون. هذه هي المداخل ديال يعني 2 مليون 580 مداخل ديال الكوتيزاسيون ديال المنخرطين هاد السنه. وعندك يعني لغايه 30/6، وعندك لو دون ماشي هاد السنه، عفوا السنه اللي فاتت، لان حتى لحد 30/6 ديال هذا العام باقي مازال ما خلصوش، يلا تيبداو تتخلصوا منهم شويه بشويه. عندك اسيدي لو دون، لي دون 918 ما ساهلاش، 91 مليون اللي عطاوها هذه هيبه من المنخرطين، ربما داخل في هذاك الشيء ديال الحيط باش تصوبوه وداك الشيء ديال الطائره الى اخره، حسبوهم لي دون وسميتو دخلوهم في هذيك 90. كاين سيسيون جوغ بيع اللاعبين، تصوروا بيع اللاعبين فيها 2 مليار و400 مليون، مزيان هادي راه مزيانه. الا بغينا يعني التفاصيل ديالها، فيها لانديميتي دو فورماسيون دي جوور، دوك اللعابه اللي مشاو كانوا من سونتر دو فورماسيون مشاو ومشاو سيناو، ما كانش عندنا عقد احترافي معاهم فكنطلبوا في لي فري دو فورماسيون اللي تزيد لانديميتي كتخلصهم لينا الجامعه. عندك 100 190 ديال المليون، هادو ملي زين تصور 190 وكتشوف لعاب ديال الاكاديميه طالبين فيه 500 مليون، حنا عرمه ديال لي جوار 100 مليون، نقب دخلنا فيه 770 مليون، بدر بانون مليار و800 مليون مقبوله، دريوش 30 مليون، هادو هما لي زانديميتي هادشي اللي باع حتى الله جا في راس مالها. هنا غندخلوا للمصاريف، المصاريف لي فري دو ماتش، تصوروا لي فري دو ماتش يعني 527 مليون، 527 مليون في دو ماتش. سي فغي هاد لا روبريك هي الوحيده اللي نقصات بارابول العام اللي فات، لان العام اللي فات في 2020 راه كانت 960 مليون، قلت 970 مليون، نزلات ل 527 مليون، دونك ناقص 45%. كاين اشا دو برودوي بور لا روفونت، وهذه اللي حالوا فيها العلماء ما فهمتهاش، دير اللي كان هادي برودوي كتشريهم من الرجاء باش كتعاود تصوبهم وكتعاود تبيعهم. واش الرجاء عنده شي مهمل ديال اعاده الصنع؟ واش كيقصدوا به ان دوك التريكويات اللي كتبيع الرجاء في لي برودوي في الرجاء ستور، واش كيشريوهم هكا تريكو بغيت وعاد كيمشيو يطبعوه وعاد هادشي كيقصدوا برودوي ديستيني بور لا روفونت جو كخوا، ولا كاين ها هما كاع نقولوا هادو، واش هادو سواو 130 مليون اللي خسر اندلسي بوحدو 130 مليون، في حين انه في عهد الزيات ما فاتش 40 مليون، من 40 مليون نقصنا 130 مليون اصاحبي غير في التريكويات، غير في دي برودوي، قال لك برودوي اشا بور لا روفونت. واخا المصيبه الكبيره هي اشا دو ماتيير اي فورنيتور، لي فري دورغانيزاسيون دي ماتش. شوفوا لي فري دورغانيزاسيون دي ماتش فين وصلنا، قال لك اسيدي 8 شحال هذيك 890 قلت 900 مليون نفريد اورغانيزاسيون 900 مليون، بينما كانت في عهد الزيات 700 مليون.
في دورغانيزاسيون هذا التنظيم ديال الممالين، انه راه الزيات ملي بدا في مرحله ديال الجماهير ما كايناش، بمعنى اش من اورغانيزاسيون اورغانيزيت يا اخويا اقول لي ما فهمتش. فغير اورغانيزاسيون ديالك غتجيب مثلا غتجيب دوك الشركه ديال السيكوريتي اللي ما فك تجيبهم كارا ولا سمو وسميتو، وغادي تخلص واحد النسبه للكازا ايفنت، لان غتريتي معاك الجمهور باش يدخل، غتخلص البوليس، البوليس موبيليزي، غتخلص شبكوني، غتخلص فهمتي، غتخلص بزاف الحوايج، غتخلص البومبي، غتخلص لومبيلونس، كاع المصاريف كلها ملي كيكون الجمهور كتكون مصاريف طالعه بزاف، دونك هادشي كله كتكون الفاكتوره طالعه. وحتى لا تريبين دونور كتكون عامره، بمعنى هذوك اللي كيجلسوا عندك تريبين دونور كيعطيك ضيوف كثار، كتحط بزاف ديال القرايع ديال الماء، بزاف ديال عصير ولا كذا، وكدير لهم واحد الشاي، جلسه شاي مع الحلوى، بزاف ديال الحوايج كدير لهم في لاميطون، كتكون مصاريف زايده ملي كتكون جماهير. حتى دابا زي السي اندلسي ملي جاو الجماهير ما كاينش، كيفاش هاد الفري دونك دوكينغيزاسيون كثر من الفتره اللي كانت فيها الجماهير كان فيها الزيات، انا ما فهمتش. ها لي ديتاي ديال هاد لي فري دوكينغيزاسيون اللي هما 800 او قول 900 مليون، سمعوا لي ديتاي ديالهم. تيقول لك اسيدي اشا ايكيبمون، تجهيزات، التجهيزات والله ما فهمتها انا بعدا، تجهيزات كيخليوها عامه بلا ما تعرف، ما يعطوكش راس الخيط. المهم 41 مليون هادو ديك شراء ديال التجهيزات، ديما اغلى من الموسم ديال الزيات. لي ميديكامون، سمعوا السي العرسي، سمعوا السي العرسي السي كيتبرع علينا 400 مليون، 391 الف درهم، قول 40 مليون غير ديال الدواء. اللهم انا دمنكر، حنا العياده عامره قبل معطوبين، ما عرفتش شنو داوى بها، بغيت غنفهم. سمعوا الماء المعدني، لو مينيرال 24 مليون، اوك واك 24 مليون، واش كتفهموا شنو 24 مليون؟ 24 مليون ديال الماء المعدني باش نصرفوا حنا القريعه تاعنا، 24 مليون. قاعه الماء كتشريها بالقرو، غاتشري داك العدد كثير اللي غاتستهلك الفرقات فيه، غاتشريها بالقرو ما غاتفوتش فيها درهم للقرعه. 24 كاع باش كيشريها مول الحانوت، انا عاطيني الثمن باش كيشريها ديك الصغيره. اذا ما كنفهمش انا، ما كنفهمش هاد الارقام هادو من كيجيبوهم، وشكون كيصحابو غادي تيق بهم. فورنيتور دو بيرو ما كاين مشكل، كتقول 57 الف درهم ما كاين مشكل، 5 مليون و 700 الف فرانك ماشي شي حاجه. اوتر فورنيتور اي بريستاسيون، اوتر كيرجعوا لاوتر، ماشي شي حاجه كيبغيو الدروجه الغيتر وعارفين فيها الحبه صحيحه، غيدوزو عليك شي مونطون كبير. اوتر ولا ديفير، اوتر فورنيتور اي بريستاسيون، عاد شحال فيها هاد اوتر بريستاسيون؟ فيها 35 مليون الشريف السي وهبي، 35 مليون في اوتر مبنيه للمجهول، 35 مليون غدي تقليدها ان شاء الله امام الله. زياد رغم الجمهور رغم الصداع ورغم كذا خسر 48 مليون، انت خسرتي 35 مليون بالويكلو، عندك ويكلو اوتر فورنيتور اي بريستاسيون. سمعوا ياك في الاول قلنا الماء المديني، سمعوا لو الكتريسيتي غير الضو الماء اللي كتخلص الراجا، شحال كتخلص فيه؟ 130 مليون، 130 مليون خلصت الراجا غير في الماء والضو. والضو ياك كتعرفوا تيسيما ما نهضروش عليه، ما كيشعلش فيه كاع الضو، هكا كيبدا يطيح الضو وصافي كيطفي وصافي سالات لونطريمون كلشي. تيانا الراجا عمركم سمعتوا البروجيكتور تخدموا؟ عمركم شفتوا شي حصه تدريبيه في الليل؟ اذا تيانا الراجا هو ما كيخدمش فيه الضو، من عاده الى شي اونطريمون تعطلات، الى كانت شي حصه تدريبيه تعطلات شي شويه في العشيه، غيشعلوا الضو بين ما يدوشوا الدراري وغيطفي الضو وصافي سالينا. و 130 مليون راه عباد الله، 130 ها انتم المنخرطين، ها انتم غير ما بغيتوش، ها ها الماده الخام، هي 130 مليون تاع الماء والضو او الكتريسيتي راجا. واخا كونسلتاسيون ميديكال، غادي نرجع للسي العرسي، السي العرسي بالاضافه للميديكامون اللي فيها 400 مليون، اللي فيها 40 مليون، قال لك اسيدي كونسلتاسيون ميديكال 130 مليون. كونسلتاسيون باش الجبيره يبقى مع اللي قد جديه، هو بوطيب عام كامل وما جالسين، وزيد عليهم دابا شوفوا غير ذاك الولد حركاش شحال جلس، وشوفوا اللي قبل منه الهبطي حتى هو شحال جلس، وزيد 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 من حالي حتى واحد لقيته، يعني اللي تعطب ما كيبقاش يرجع سير الضيم. قال لك اسيدي هاد سير الضيم هادي كيبيع لنا السي العاصي ب 130 مليون،
بينما الزيت، الزيت ما فاتش 50 مليون، 530 ألف درهم. مليار هذا و 300 مليون. فري دو جون اون فورماسيون، لي جون اون فورماسيون قال لك اسيدي خسروا عليهم 127 مليون. ياك 127 مليون. اقول لي 127 مليون انت دابا اللي خسرتيها، هذا واحد 2021 انت اللي خسرتيها السي اندلسي. قول لي 127 مليون اشنو طلعتي بها؟ عطيني شي لعاب واحد طلع في البروموسيون اللي كنتي انت يا بريزيدون. الا كنخسروا 100 شي خصنا نطلعوا على الفرافر، ما كاين شي. ياك دابا غنجيو لو ريزولطا، وصلنا لو ريزولطا. لو ريزولطا يعني النتيجه اللي كتهم عباد الله. النتيجه هي ان رانجا ديفيسيتير دو 4 مليار اي دمي. الرجا عندها عجز، ماشي دو خوكم لا حكا داكشي اللي كيتسالوا من بعد، لا داكشي الوضعيه الحاليه، الحاليه يعني الثانويه. الموسم الرياضي 2020 2021 كنشدوا المداخل وكنشدوا المصاريف وكنحيدوا شي من شي وكنشوفوا الفرق اللي كيعطينا، اللي كنديروا داك الفرق ديال عام واحد ديال سي ديال سي ديال سي الاندلسي كنلقاو بان الرجا ديفيسيتير 4 مليار و500 مليون. كي جاتكم متفقين؟ بينما الزيات في الموسم ديالو هو ما دخل عنده لا مالونغو ولا بيع ديال رحيمي، ياك ولا دا كاس الاتحاد العربي ولا دا كاس الكاف، كاس الكاف هادشي في الموسم اللي فات الرجا ما داش كاس الكاف. متفقين؟ هادشي كله بربعه، هاد المداخل الكبيره ما كانش عند الزيات. الزيات كنسبوه كنعينوه، والزيات راه دار ديفيسي ديال 400 مليون، 400 ميل ديغام، 400 مليون ديال الفرنك هو الديفيسي اللي كان عند الرجا داك العام. هاد العام السي الاندلسي الديفيسي اللي عنده 4 مليار و500 مليون، رغم ان دخلت 15 مليار. دخلت 15 مليار، اه ملي كنقول دخلت 15 مليار راه تندوي على المداخيل ديال الكاف والاتحاد العربي بانون سميتو رحيمي ومالونكو، زيد عليهم بانون، لان بانون ما كانش داخل في ذاك العام الميزانيه ديال ذاك العام. دونك انت هادو بخمسه عطاوك 15 مليار، يعني عطاوك 15 مليار بغض النظر على المداخل الاخرى اللي كيحسب عليهم الزياد ذاك العام، كيحسبوا عليهم جميع الرؤساء اللي هما استشهار ما حاسبينهمش في ديك 15، وما حسبناش النقل التلفازي، وما حسبناش المارشاندايزينغ، وما حسبناش الاشهار ولا شي حاجه، حتى حاجه ما حسبناها. حسبنا غير المداخل باربعه، صحاح دخلوا السيد ديالنا 4 مليار و500 مليون. لهذا هو عند راسو زعما راه هرب من ديك المرحله ديال ما بعد 30/6/2021، ما شاف غير في راسو، غير كشف راسو بانه هناك اشياء غير طبيعيه في هذه الفرقه، وهناك اشياء تستلزم افتحارا ماليا مستعجلا.